إلى هنا تواعد 60 فنانا تشكيليا على حب مصر، جاءوا بأعمالهم الفنية المتنوعة التي لا تخلو كل قطعة منها من لمحة من التراث المصري الأصيل. فالفنانون تعاهدوا من قبل على ألا يألوا جهدا في الحفاظ على هذا الإرث العظيم المتوارث جيلا بعد جيل، فهم يعتبرون أن الموروث الشعبي هوية الوطن، ما دعاهم جميعا ليكونوا أعضاء في جمعية المحافظة على التراث المصري التي تضم جميع فروع الفن التشكيلي، وتتنوع أنشطتها ما بين فنية تربوية توعوية وتثقيفية تصب جميعها في خدمة الحفاظ على تراث مصر الأصيل. احنا عندنا نشاط الندوات، نشاط الرحلات، في عندنا نشاط قانوني وده مهم جدا عندنا، اللي هو لو لقينا ان في تعديات من اي مؤسسة او من اي رجل اعمال على اماكن فيها اثار بنقيم دعاوي قضائية، بنعمل توعية للأطفال في المدارس في السنوات الأولى من الدراسة، بنروح بنعمل معهم ندوات وبنعرفهم ونقوي فيهم صفة الانتماء، لأن للأسف الأجيال اللي طالعة كلها ما عندهاش الانتماء الكافي لبلدهم. هيا معا نغوص في أعماق التراث المصري من خلال تلك الأعمال الرائعة، ولنتوقف هنا مع فن التصوير الفوتوغرافي الذي رصد ملامح من التراث المصري المندثر، الفن الشعبي القديم أو ما يطلق عليه فن المزاهر أو فن الصعيد أو بالمعنى الشعبي الزار. المكان بيبقى جميل جدا، في روحانيات عالية جدا، في تكوينات وتركيبات فنية عظيمة، يعني حتى الرسام ممكن يجي ياخد لقطات ويشتغل عليها رسم طلع نتائج كويسة جدا. دي الطريقة الرفاعية، وطبعا مشهورين بالثعابين والتحكم فيها، فالراجل ده كان منشد وفي ثعبان في راسه في الطاقية بتاعته. الصورة دي خدتها تقريبا في ساعة واقف على رجلي مستني الثعبان يخرج من الطاقية ويظهر ده كده، وفي نفس الوقت كنت عاوز اعمل توجيه بصري ليه هو، يعني في اكتر من حد معاه في الصورة، في لقطات كان الراجل ده بس لبره او الولد ده بس الناحية التانية او الراجل ده بس للكاميرا، انا محتاج اخد الشوت ان كل العناصر بتوجهك للأوبجكت الاساسي بتاع الصورة اللي هو الراجل ده نفسه. لوحتان منفصلتان شكلا متكاملتان موضوعا، استخدمت فيهما الفنانة خامة الرمل مع الغراء للتعبير عن الفن البارز الذي يضفي عمقا وجمالا للوحة ويساعد على فهمها والاستمتاع بها. صورت النيل وصورت الفلاحة المصرية، صورت الفلاح المصري اللي هم أصل الخير اللي على أرض مصر، والنيل طلعتهم بالطريقة دي، هما الاثنين بيكملوا بعض، يعني هي لوحة تعتبر لوحة واحدة على جزئين. استخدمت الرمل في أماكن معينة زي جذع النخلة، ورق الشجر، البنت اللي قاعدة تحت الشجرة، الفلاح اللي قاعد، يعني اللي هي العناصر الأساسية. أما العناصر أو العمق بتاع اللوحة فاستعملت فيه الألوان العادية زي مية النيل، السور اللي باين في الأفق ده اللي ورا شجر، كل ده بالأكريليك. والزعف بتاع النخيل اللي نزل من فوق ده كان المفروض يتعمل بارز، بس أنا فضلت أعمله مسطح على اعتبار يديك عمق، لأن لو عملته ده بارز وده بارز هيبقى كله على مستوى واحد، مش هيدي إحساس بالعمق. عشق التراث المصري استهوى أيضا فنانين من جنسيات أخرى هم أعضاء في جمعية الحفاظ على التراث المصري، فهذه إبداعات فنان عراقي يعيش بمصر وتأثر بتراثها القديم، خاصة القاهرة الفاطمية مدينة الألف مئذنة بروعتها وجمالها العتيق. أنا استخدمت الكانسون، هو كورق الكانسون، وتعمدت أن يكون الورق الكانسون بدرجة الأصفر وليس الأبيض، بيدل الصفار على التربة، على الأرض، على الخصوبة. واللون الثاني هو الأسود، لون واحد محدد لا تحتوي اللوحة على ألوان كثيرة، بيرمز اللون الأسود للوحدة، أو ما فيش فوارق، لا فوارق، لا أديان، لا طبقات. غير هذا أنه العمل بيرمز إلى السلام، العمل في رسالة، في أربع حمامات سلام منتشرة في أركان اللوحة الأساسية، وفي أيضا القباب والمآذن والنخيل. هذه بحد ذاتها رسالة إنه الإنسانية كلها، وكنا نجتمع في الآخر إلى إله واحد. العمل الثاني السيدة الحالمة بالسلام، بالسكينة، بتتأمل بالهدوء، وحمامة السلام البيضاء اللي موجودة على يمين اللوحة
فهذه البنت الحالمة هي المدينة اللي تغمرها السلام، يغمرها السكون، اللي ما فيها أي نوع من أنواع الضجيج. وبعدين الألوان المستخدمة هنا، الألوان الصارخة تدل على الفرح دائما. يعني أنا حبيت في هذا العمل أو في هذون العملين بالذات أنه نرمز أنه الألوان هي تنطي روح، هي روح الحياة، أنه لا توقف مع أي شيء، مع أي ضغوط، مع أي ظروف طارئة، الحياة لابد أن تستمر. جنبات المعرض لم تخلو من فن المجسمات مثل العرائس ذات الخيوط والعرائس القفاذية. وهنا فن المجسمات بالسلك رأى فيه الفنان قدرة فائقة على التعبير عما يجيش بصدره من آمال وآلام لا تنفصل أبدا عن تراثنا، لكنه بذكائه أسقطها على الأوضاع في العصر الحالي. بشوف أن السلك ده خامة طيعة جدا، والتكوينات اللي بتعملها بتعبر عن الحالة الشعرية اللي احنا عايشينها دلوقتي. لو لاحظنا الموضوع كله عبارة عن زي ما بنلاقي في شوارعنا، حاجة متحوطة والمفروض انها منطقة عمل، لكن بيكتشفوا في الاخر ان هي مش منطقة عمل، يعني جوه في موت. انا بحاول اخرج شحنة في الوقت الحالي، مش معنى كده ان انا مش متأمل خير في الفترة اللي جاية، بس هي الفكرة ان انا شايف ان انا متلخبط في الوقت ده، وشباب كتير قوي في سني متلخبط برضو، فبالتالي حاسس ان انا يعني مزنوق في الحيز اللي انا فيه، مصلوب في الحيز اللي انا فيه، حواليا حاجات كتير قوي مش فاهم لها معنى. المرأة المصرية البسيطة المهمشة من وجهة نظر الفنانة كان لها حضور بالمعرض، فقد عبرت عنها وعن تحديها لظروفها التي تستطيع بإرادتها أن تقهرها، وهذا موروث من كفاح ونضال المرأة المصرية الكادحة مهما غلبتها ظروفها المعيشية. لي عشق يعني من زمان وفي معظم معارضي مع أن أنا إزاي أظهر دور المرأة البسيطة واللي أنا بقابلها كل يوم، الناس بنقابلهم في حياتنا كل يوم، الناس البسطة العادي الشقيانين اللي عندهم قناعة، اللي بس بيدوروا على رزقهم بس كل يوم يعني، وفي نفس الوقت عندهم عزة نفس وعندهم عزيمة وتحدي في ظروف مصر برغم صعوبتها وبرغم أي أحوال ممكن بتكون متقلبة وبتزعجنا، لكن دايما بلاقي عندهم طموح ودافع وعزيمة لمواجهة كل يوم برغم مشاكله. الخامات المستخدمة بالزيت والأكريليك، وبيبقى مدرسة تأثيرية وأوقات بتكون مدرسة تعبيرية. الوحدة الوطنية جزء أصيل من تراث مصر تجلت في أعمال كثير من الفنانين هنا في المعرض، بهدف التأكيد على أن التراث ملك لجميع المصريين الملتحمين في نسيج وطني واحد لا ينفصل. دي شايفة فيها مصر، الفتاة الجميلة المبتسمة اللي باصة للكون كله بتاريخها العميق الجامد كتير، والوحدة الوطنية اللي بتشمل كل العرب مع بعض، مسيحيين ومسلمين. بشتغل بالأكريليك وبشتغل بالزيت، بس دول الاثنين بالزيت. دي بحب قوي استعمل السكينة، وهي طبعا شايف انها زي الفلاحة المصرية اللي فيها دلع وحلاوة واشراق. عبق التراث المصري القديم والذي خيم هنا على جنبات المعرض خلدته كل لوحة أو عمل مجسم، والزائرون ونحن معهم أكدوا بأنها أعمال لا تنسى في حب مصر وتراثها القديم. من القاهرة، محمد أمين.